قتل 38 شخصا وجرح 80 آخرون جراء تفجير سيارتين مفخختين بمنطقة جرمانة في ريف دمشق. أما ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان فقال إن عدد القتلى ارتفع إلى 47. وفيما أعلن الجيش مقتل عدد كبير من المسلحين، أعلنت الجماعة المسلحة أنها أسقطت طائرة حربية في ريف حلب. مرة أخرى يضرب الإرهاب في سوريا المدنيين الأبرياء مخلفا خسائر إنسانية ومادية كبيرة. هذه المرة كان المواطنون في مدينة جرمان بريف دمشق على موعد مع تفجيرين بسيارتين مفخختين في الساحة الرئيسية للمدينة خلال ساعات الصباح الأولى. وكالة سان الرسمية ذكرت أن إرهابيين فجروا سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في الساحة الرئيسية للمدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، كما ألحقتا أضرارا مادية كبيرة في المباني السكنية والمحلات التجارية. وأشارت الوكالة إلى أن التفجيرين تزامنا مع تفجير عبوتين ناسفتين في حيي النهضة والقريات بالمدينة، ألحقتا أضرارا مادية طفيفة. التلفزيون السوري نقل عن مصدر بوزارة الداخلية أنه تم جمع أشلاء ضحايا غير معروفي الهوية في 10 أكياس. وبالتزامن مع ذلك أعلن الجيش السوري أنه قتل عددا من المسلحين التابعين لما تسمى بجبهة النصرة ودمر مراكز ومعسكرا للتدريب لهم في بلدة محبل بريف إدلب شمالي البلاد، وآخر في مدينة كفر تخاريم، كما قتل مسلحين وصادر أسلحتهم قرب معرة النعمان في إدلب. وفي ريف حماة وسط البلاد أوقع الجيش عددا من المسلحين بين قتيل وجريح، فيما قال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان إن معارك اندلعت بين الجيش والجماعات المسلحة في حي كفرسوسة على ضواحي دمشق. وذكر أن المعارك مع الجيش خلفت أكثر من 20 قتيلا و50 جريحا. ونقل المرصد المذكور عن من أسماهم ناشطين أن مقاتلين معارضين أسقطوا طائرة حربية كانت تقصف مناطق في منطقة دار عزة بريف حلب قرب الحدود مع تركيا، مشيرا إلى إصابتها بصاروخ أرض جو مضاد للطيران. اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة السلطات القطرية بتمويل ورعاية ما وصفها بالمجزرة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في موقع الريحان التابع للجبهة بريف دمشق. وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن 4 أشخاص قتلوا وخطف 15 آخرون في هجوم نفذه ما يعرف بلواء العاصفة على موقع الريحان في الغوطة الشرقية. وحملت الائتلاف السوري المعارضة مسؤولية مصير المختطفين. مدير مكتب قناة العالم في دمشق حسين مرتضى وآخر المستجدات الميدانية. حسين، نعم فاطمة، يعني بالطبع الأبرز هو التفجيرات التي شهدتها العاصمة ريف دمشق بالطبع في منطقة جرمانة. حسب المعلومات التي وصلتنا كذلك أنه في منطقة الورود بقدسية وحدات الهندسة قامت بتفكيك سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير في تلك المنطقة. بالطبع هذه المنطقة بالتحديد كذلك منطقة حي الورود بقدسية كانت شهد خلال الأسبوعين الماضيين أو أكثر بقليل شهد كذلك تفجير سيارة مفخخة في تلك المنطقة. عدد الضحايا تقريبا على ما هو حوالي 43 لقوا حتفهم، بالإضافة إلى حوالي 90 من الجرحى الذين سقطوا جراء التفجيرات في منطقة جرمانة. ذكرت بعض المصادر ولكن لم يتم التأكد من ذلك الموضوع من مصدر أمني، بينما تناقلت بعض يعني المصادر الإعلامية خبر أنه تم اعتقال شخصين، شخص هو تونسي الجنسية ربما يكون من المشاركين في تفجيرات جرمانة اليوم. مصادر أمنية لم تؤكد هذا الموضوع بالطبع، ولكن هناك تحقيقات تجري وهناك ملاحقات لبعض المشتبه بهم في تلك المنطقة. يتزامن ذلك بالطبع فاطمة مع الحديث عن اعتقال أحد الأشخاص في منطقة درية، وهو يعتقد بأنه من يعني رئيس غرفة العمليات العسكرية إذا صح التعبير في منطقة درية، وهو ليبي الجنسية، تم اعتقاله خلال الساعات الماضية. الآن هناك طوق يعني في عدة محاور على منطقة درية، وأعتقد أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك نوع من الحسم أكثر
وستشهد منطقة درية معركة ضارية، خصوصا أنه حسب المعلومات الأمنية أن الجيش السوري استطاع أن يغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى داخل وإلى خارج منطقة درية، وهي تعتبر الآن المنطقة الرئيس للمجموعات المسلحة في تلك في مناطق ريف دمشق، والتي تمتد إلى بعض الأحياء، حي التضامن، الحجر الأسود، نهر عيشة، كلها تمتد إلى تلك المنطقة. ولكن المركز الرئيس في منطقة درية يتوقع أن يكون هناك تصعيد خلال الساعات القادمة. في منطقة حلب كذلك فاطمة، الجيش السوري قام باستهداف عدد من الآليات التي كانت بحوزة المجموعات المسلحة في منطقة بستان الباشا. في منطقة إدلب كذلك هناك اشتباكات مستمرة في قرى فيلون وكفر روحين وبنش وبعض المناطق الأخرى في مناطق ريف إدلب. شكرا لك حسين مرتضى، مدير مكتب العالم في دمشق.